الشيخ هو قال ربما ما رانيش في بلد مسلم. ولكن شكون اللي قال لك بانه ما يحبش يمد اولا الحقيقة. هذا ان كان تضليل. يتقي الله النبي عليه الصلاه والسلام يقول لعن الله من فرق بين امراه وامها وابنتها استغفر لعن الله من فرق بين امراه وولدها. هذه واحده. اثنين انت تقول انا بنتي ما يربيهاليش رجل اجنبي، كيف انت تقبل دوك انت اكيد راح تتزوج وتجيب امراه اجنبيه تربي لك بنتك اللي عندها يماها محروقه عليها. انت يا راك ما حرقتش كيما الحراقه، انت حرقت قلب الام تاع البنت تاعك، هذه الحراقه في حقك. انا مانيش راضي عليك ومانيش موافقك. هذا الطفل راضي على يماها، يماها مسلمه وعائله مسلمه، وانت جازفت بنتك مانيش في بلد مسلم، وزعمك راح تربيها على الاسلام في بلد غير مسلم، يعني امام الكنيسه وامام المخمره والملهى وامام الكفر راك راح تربيها انت على طاعه الله وطاعة رسوله. نعم. أنا أستاذ. أظن بلي هذا الرجل عني ما هي إلا انتقام ودكتور مرحلة السكرة وتجي مرحلة الفكرة ويرد لك الطفلة ويندم.